السلام عليكم. اليوم رح أعمل سلطة الفواكه، حتكون مؤلفة من الدراقن، تفاح، نجاص والخوخ. هلأ أنا قطعت الفواكه لقطع صغيرة، هون مثل ما شايفين في عندي دراقن وهون عندي نجاص، قطعت النجاص وكمان قطعت الخوخ لقطع صغيرة بهالشكل. كمان نفس الشي بالنسبة للتفاح. هلأ حضيف أنا للفواكه عصير ليمون وعندي ملعقة كبيرة مزهر، وكمان رح أضيف للسلطة عصير الخوخ والأناناس. هلأ حبلش حط كل الفواكه المقطعة بجات كبير، حبلش أخلطهم كلهم سوا وامزجهم مع بعض. هلأ بالنسبة للفواكه فيكن تختاروا الفواكه اللي بتحبوها، اللي متوفرة عندكن بالبيت، يلي بيكون موسمة فيكن تستعملوا المانجو، الستروبري. هلأ هون عبلش أخلط الفواكه مع بعضها، بعدين بعد ما أخلطها وخلص رح أضيف عصير الليمون. أنا عصرت 1 ليمون حامض، هيدا عصير ليمون، وكمان عندي ملعقة كبيرة مي زهر. هلأ اللي ما بيحب المي زهر في ما يحط. هلا رح اضيف عصير الاناناس والدراقن، هو عصير ميكس جوز. هلا فيكن تضيفوا اي عصير بتحبوه، اي نوع عصير، ممكن عصير الاناناس، عصير المانجو، عصير الفريز، ستروبري، او عصير البرتقال. هلا بدنا نضيف العصير لحتى يغمر كل الفواكه، ينغمروا بالعصير، بنخلطهم. هلا بتكون جهزت السلطه، وهيدي طريقه التقديم، وهلا صارت جاهزه للتقديم. إذا عجبتكن هيدي الحلقة please share and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.